تجددت الهدنة في أرسال ثم تجدد اختراقها أراد الوسطاء لها أن تفتح باب الإفراج عن جنود الجيش وأفراد الأمن الداخلي المخطوفين لكن الجماعات الإرهابية تصر على أن تفرج الدولة اللبنانية عن موقفها الداعشي عماد جمعة الجيش ينتظر انتهاء مهلة الوسطاء مساء اليوم ليقرر مرحلة الثانية من سير المعركة انهارت الهدنة التي وافق عليها الجيش اللبناني لمدة 24 ساعة وعادت الاشتباكات الى عرسال بعد قيام مسلحي داعش الذين يسيطرون على المدينة منذ السبت الماضي باطلاق النار عدة مرات على مراكز للجيش وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام ان اشتباكات عنيفة تدور في وادي الرعيان وعين عطا ومحيط المهنية ومسجد ابو اسماعيل كما افادت عن وجود خلافات داخل مسؤولي داعش في البلدة حيث ان البعض يوافق على التهدئة في حين يصر البعض البعض الآخر على استمرار الاشتباكات وأدى تجدد الاشتباكات إلى تعطيل الوساطة التي قام بها عدد من المشايخ الذين ينتمون إلى هيئة العلماء المسلمين التي دخل وفد يمثلها إلى عرسال لإقناع المسلحين بإطلاق سراح أكثر من عشرين جنديا وشرطيا تحتجزهم وتنص المبادرة على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن أسر الجيش والشرطة وانسحاب المسلحين إلى المناطق الحدودية مع سوريا وإخلاء بلدة عرسال التي شهدت الليله الماضيه قتالا بين عناصر جبهه النصره الذين وافقوا على الانسحاب ومجموعه داعش التي رفضت تنفيذ اي اتفاق مع الجيش اللبناني، وبالرغم من تنصل المسلحين من اي اتفاق فان الجيش اللبناني يصر على استعاده اسرى وانسحاب المسلحين، من جهه اخرى اصدر حزب الله بيانا اشاد فيه ب في الحكومة اللبنانية الداعم للجيش في حربه على الارهاب واكد الحزب ان قتال القوى التكفيرية في عرسال ومحيطها هو واجب حصري للجيش اللبناني نافيا تدخله في سير المعارك الدائرة في تلك المنطقة من جانبه اعلن الرئيس سعد الحريري ان السعودية ستقدم مساعدة للجيش اللبناني بقيمة مليار دولار لدعمه في مكافحة الارهاب خصوصا في ظل التطورات الاخيرة التي تشهدها بلدة عرسال والاخطار التي يواجهها الجيش واوضاع الحريري في تصريح للصحفيين ان هذا المبلغ سيصرف للجيش ولقوى الامن الداخلية وللاجهزه الامنيه اللبنانيه لمكافحه الارهاب في ظل المرحله الصعبه التي يمر بها لبنان وبعد النداء الذي وجهه قائد الجيش العماد جان قهوجي بضروره الاسراع في تسليم الاسلحه التي من المقرر ان يحصل عليها لبنان بموجب الهبه السعوديه اعلنت فرنسا التزامها الدعم الكامل للجيش